فورتنايت ما بتهداش وغير هي عاملة شراكة مع كل الشركات الموجودة على كوكب الأرض. فورتنايت عملت شراكات مع كتير جدا من الحاجات أو من الشركات وكانت منطقية نوعا ما، لكن دلوقتي فورتنايت عاملة شراكة مع بولو رالف لورين. واللي ما عرفش يعني ايه بولو أصلا، بولو هي من أشهر الشركات اللي بتعمل لبس أو تيشيرتات عموما، يعني متخصصين جدا في التيشيرتات بتاعتهم تحفة. فالمرة دي ليه عاملين الموضوع ده؟ دلوقتي يوم 2 نوفمبر هيبدا سباق عربيات، اوكي ما بين نسميه سباق عربيات، وهيبقى موجود فيه ستريم اصلا على موقع رالف لورين، واللي هو اصلا بولو رالف لورين هي سبونسر للسباق اللي هيحصل ده. ففورتنايت عملت شراكه مع بولو رالف لورين اللي هي سبونسر للسباق اللي هيحصل ده، علشان هيعملوا سكنات هتنزل يوم 5 نوفمبر في الايتم شوب الساعه 8 اي تي. فالموضوع بقى ايه دلوقتي؟ السكنات دي هتنزل يوم 5. انت واحد عايز السكنات دي قبل ما تنزل هتعمل ايه؟ يوم 4 نوفمبر هيكون في بطوله اسمها بولو رالف لورين، اي حد يقدر يسجل فيها وتقدر تلعبها، وهيكون فيها جوائز مجانيه للسكنات اللي هتنزل في الايتم شوب والكاستمز والكوزماتكس بتاعه السكن. السكن هيبقى فيه ستايلين منه، هو فيه سكنين، السكن بتاعه البنت والسكن بتاعه الراجل او الولد ده الاسمر، وهيكون كل سكن ليه ستايلين، الازرق والاسود، وتقدر تاخد الاستايلات دي، وهيبقى فيه باك بلينج وهيبقى فيه ايموت، والايموت زي ما انتم شايفين في الفيديو، والباك بلينج والبيكاكس طبعا شكلهم تحفه جامدين جدا. ف 4 نوفمبر هتقدر تستلم الحاجات دي عن طريق ان انت تلعب البطوله، وعلى حسب بقى انت هتطلع مركز كام هتاخد الجوائز. ولكن في حاجه تانية هنتكلم عليها وهي الدروبس. الدروبس هتبدا يوم 2 نوفمبر. هتبدا ازاي؟ انت دلوقتي لو اتفرجت على السباقات دي هتبقى حاجه ملهاش علاقه بفورتنايت، بس انت لو اتفرجت على السباقات دي على موقع بولو رالف لورين وربطت حسابك بتاع ايبك جيمز هتقدر تاخد الجوائز، واللي هي ملهاش علاقه بالبندل اللي هتنزل، هي جوائز حاجه تانية خالص. يوم 2 نوفمبر ويوم 3 نوفمبر، فلما تتفرج يوم 2 نوفمبر و3 نوفمبر هيحصل يعني هينزل فيه دروبس، فلازم تكون موجود يوم 2 نوفمبر و3 نوفمبر في الستريم، وهنحط لكم رابط الستريم في الوصف بتاع الفيديو، وهنحط لكم برضو رابط المقاله الكامله لابي جيمز اللي هي منزلها، علشان لو عايز تعرف اي تفاصيل تانية عن الحدث. وبس دي كان كل حاجه عن الشراكه ما بين فورتنايت وبولو رالف لورين. اتمنى اشوفكم فيديوهات تانية. كان معاكم مازن احمد من قناه فالكون، ومع السلامه.